اخواننا الذين قاطعوا هذا الملتقى. انا كنت اتمنى ان اشوف محمد العريفي، سلمان العوده، عوض القرني، غيرهم انهم كانوا والله. ونحن كررنا هذه الدعوه حتى ولو وجهت لهم الدعوات، لماذا لم يحضروا؟ انا اضربك عن نفسي، انا لا بوجه لي دعوه ولا كذا، ولكن حرصي على مصلحه وطني ان اكون مشاركا اينما كنت. لا اطلب اجر مثل ما يطلبون الاخوان الذين يحرصون على برامج التلفزيونيه من اجل الحصول على مبالغ او الذهاب. ابشرك ما ياخذوا، ابشرك ما ياخذوا شيء، ويطالبون باجره باجر. اسال الدكتور عريفي، هل عمره ذهب الى مكان دون ان يطالب باجر يفرضه هو؟ هذه اما نحن المثقفين لا نطلب الا من قال لك؟ لحظه يا زلفة، لحظه يا اخوي، من قال لك؟ لا عفوا، قال لك اننا ناخذ اموال؟ دكتور محمد، لحظه، لا دكتور عفوا، لا عندما ارجوك لا انتهى. انا لا ارضى مثل هذا، اعطيك الفرصه، دكتور محمد، دكتور ولا تتهم نياتنا، نحن نعمل لله وندعو الى الله ونسافر على حسابنا ونسكن على حسابنا. واتحداك ان تثبت اني اذا سافرت للدعوه اني اقول لهم اعطوني فلوس ولا ما القي المحاضره الا بفلوس. هذا انا جاي للرجال ببلاش وطالع جده ببلاش، عندي محاضرات. فارجوك احفظ لسانك دكتور، ولا تتهم نيات الدعاه، واعلم ان بني حمزه فيهم رجال. اذا انت عندك انسان، عندنا 20 انسان. من يمول رحلاتك يا اخي محمد؟ انا يا اخي تاجر، انا يا اخي راتبي 30,000 وعندي عمل في العقار بالملايين، ابوي تاجر الحمد لله، وضعي المادي جيد، وانا لازم اروح اطر زيك اقدم على فلان وفلان؟ اعطوني فلوس وانا ترى مثقف، ولا يا حبيبي اروح اكتب كتابات عشان يرضون عني ويكتبوا لي؟ لا تتهم الناس يا دكتور محمد، الله يعطيك العافيه. خلاص دكتور محمد، الحق الذي عليك ستفقده. دكتور محمد ال زلفة، يا دكتور محمد ارجوك، دكتور محمد جزاك الله خير، شاكر جدا لك هذه المداخله الكريمه منك، فقط كي نهدئ الموضوع، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. أعود إليك، سنبعد تماما عن موضوع التهمة وانت فنتها، وأنا أشهد بهذا سواء لك أو لكثيرين من الدعاة، والله على حسابهم يذهبون. وأنا شخصيا رافقت أحد العلماء في الصيف الماضي ورأيت ما يفعل، وتهمة الحقيقة الرخيصة اللي يرددها الكثير طبعا بانكم تتعاطون اموالا، تتعاطون نقودا، انا اشهد لله شهاده والله اسال عنها، ان والله انكم تدفعون من جيوبكم. واعرف انا زميل لي الدكتور محمد السعيدي، طلب مسكين في قناه صفا ما عندهم فلوس، دفع من جيبه الخاص تذكره وراح، وانا اعرف احواله وهو صديقي. والله يا ابو اسامه ما دام اثرته، انا كنت عسى الله ان يقبل ويحسن النيه، انا كنت الاسبوع الماضي في هولندا وبلجيكا والدنمارك، والله العظيم انت ذاكره على حسابي، ومدي معي عيالي اثنين عبد الرحمن وابراهيم شباب، تذاكرهم على حسابي، السكن على حسابي، الاكل على حسابي، لم اخذ منهم درهما واحدا احتسابا وقربه الى الله تعالى، بل انني في كثير من الاحيان اودي هدايا على حسابي، وفي كثير من الاحيان ايضا ادعمهم، يصير يحتاجون كذا ولا كذا ادفع لهم ما يتيسر، نعم. سواء مني ولا اخذ من بعض المحسنين، فلا يظنن يا اخي، لان هذه التهمه احيانا نعم يعني يثيرونها كثيرا وهم لا يعلمون الحقيقه، والله هذا لا اطلع على حساباتي ولا اطلع على وضعي في القنوات ولا شاف له، يعني ليس هناك اي دليل، مجرد شافك تطلع في القنوات ولك جمهور قال ايه يعطونها فلوس، من قال لك انه يعطونك فلوس؟ فحقيقه يعني لا انا فنت هذا. اعود الى يعني هذه الغضبه التي تحتريك يا ابا عبد الرحمن، يعني انعكست على علاقتك مع الكتبه الاعلاميين ايضا من جهتهم، وانت للتو وصفتهم بعضهم بالاغبياء بالمنافقين بي 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 كذا، هم من جهتهم يصفونك بالمهووس المتهور النرجسي الباحث عن الشهره الاعلاميه وكذا، من بدر بن سعود العريفي الى سعود الرئيس بل الى زميلنا الان صالح الطريقي، وقائمه طويله من الزملاء الاعلاميين. ما سبب تشنجهم ضدك؟ والله يا أخي هذا السؤال يوجه إليهم، أما أنا فالذي يعني لا يعالج إلا بالحدة نعالجه بالحدة، كما أن النبي عليه الصلاة والسلام عالج بعض المواضيع مع أصحابه بالرفق واللين، وبعضهم شد عليهم. تعلم لما في قصة إسلام عمر رضي الله تعالى عنه،
لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأمسك النبي عليه الصلاة والسلام ثيابه وقال لن تنتهي ابن الخطاب حتى ينزل الله بك نازله ودخل في الإسلام. معاذ لما طول الصلاة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله قال له أقتلته بعد أن قاله تغير وجهه. فكون الإنسان يغضب في نصرة الحق هذا لا بأس به. صحيح أن الأصل الرفق واللين والتلطف، لكن إذا كما قال الله تعالى يا أخي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، فبعضهم يعني يحتاج إلى أن تغلظ عليه خاصة إذا كان يكذب، إذا كان يكذب أو يدعي ما ليس له. فما تطيق أحيانا أنك تسكت تقول يا أخي يا حبيبي بارك الله فيك. هالموطن ما في بارك الله فيك يا حبيبي، هالموطن فيه أنك يعني تحد له السيف وتبري له الصوت وتعطيه على ظهره حتى يتأدب مرة ثانية. إن بني حمزة فيهم رجال. أما إذا كان الواحد يا أخي سيبدأ يلقي هذه التهم ويقول يا رجال مطاوع حبيبين، يا رجال الله لو تستلم اليوم إلى بكرة ما درى عنك. صحيح نحن أحيانا نتغافل عنهم لاحتقارنا، يعني أنا أعلم بعض الناس يكتب ويجيني رسائل يا شيخ فلان كتب فيك وفلان كتب فيك، وعندي فريق يجمع أصلا هذه الأشياء، لكن والله يا أبو سامة لا أكتمك والله العظيم وأنا أقسم وأنا غير حانث أني لم أقرأها، عندي من يقرأها إذا احتجت إليها، أني لم أقرأها لأنها مضيعة وقت ولأنهم يا أخي يكررون الكلام. يعني مع الأسف حتى الدكتور محمد عفى الله عنه وأصلح قلبنا وقلبه، يعني لما قلت له أنت عندك إضافة أعاد نفس الكلام، والوطن والمثقفين وهم يا أخي عندهم علكة يمضغونه ويحطونه على جنب إذا تعبوا بعدين يخذونه ويمضغونه مرة ثانية. هو هذا الكلام، يعني لو بتبحث في كل المقالات التي كتبت عن العريفي مثلا تجدها حسب ما ينقل لي الفريق اللي عندي لا تخرج عن مسألة يبحث عن شهرة، مهووس بالشهرة، يبحث عن أموال، نرجسي. إيش معنى نرجسي؟ يعني رومانسي؟ لا ما هو رومانسي يعني يحب مديح نفسه يحب يعني يحب يعني هي أخت تحب الشهرة ويحب كذا، وهذه أمور كلها تتعلق بالقلب. كلها ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. طيب لكن في المقابل دعني أنا أعطيك يعني مثال أيضا، أنت أمطرتهم بهجائيات يعني مقذعة ومتكررة إلى الدرجة التي وصفتها فيها أنهم لا يستأهلون بصاق المفتي. أنا أبو أسامة لم أعمهم جميعا، أنا تكلمت عمن يقدحون في الدين. يعني واحد من الكتاب لا يستحق أن أذكر اسمه، هل تصدق أنه يقول إن تغسيل الميت وتكفينه هذا يعتبر نوع من الوثنية ونوع من الجاهلية، والمفروض يموت الميت نطلع من المستشفى ما هو نظيف في مستشفى نضعه في كيس صحي وندفنه معقى وندفنه. هذا ألا تستحق أن تقولنا لا يساوي جزمة الذي يقول هذا الفجور ويتكلم بهذا؟ إذا كان واحد ثاني يقول أنا غير مقتنع أن الإسلام يأمر بقطع اليد، قطع اليد هذا قديما اقطعوا يد السارق، لا الآن علموا الصنعة لأن الآن عندنا بطالة، وكيف يستعمل يده في الكمبيوتر إذا قطعت يده المفروض نعطل حد السرقة. ايش تقول فيه يا أخي؟ حد من حدود الله نازل في القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم، هو يقول لا هذا كان في الجاهلية، هذا أليس كفرا يا أخي؟ هذا ألا يستحق أن تقول هذا لا يساوي بعوضة الذي يقول مثل هذا؟ فأما الفضلاء منهم وأنا أقوله الآن لهم أرسل رسالة إليهم وهم يعرفون يعني من أقصد الفضلاء منهم الذين يكتبون في مصلحة المسلمين، مصلحة الوطن، مصلحة أهل الخير، في نصح الأمة، محاربة الفساد اللي موجود، مناصحة للناس في واقعهم، هذا بيض الله وجهه والتقيت ببعضهم والله في طائرات أو في غيرها أو في بعض اللقاءات أسلم عليه وأقبل رأسه وأقول له بيض الله وجهك. أما يا أخي من يحارب الدين ومن يعني يحاول أن يتنقص أهل الدين أو يحاول أن يثير شهواته ويجعلها أصلا وإن عندنا أمثالها، يعني والكافرين أمثاله كما قال الله، يعني يستحق من يقف أمامه. طيب أبا عبد الرحمن المداخلة الهاتفية.